حكومة العراقية الجديدة في الميزان، إطلاق النار على عمران خان الرجل الذي فرض ظله. زيارة البابا للبحرين رسالة سلام وتعايش، لكن التطبيع كان حاضرا. ابقوا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحكومة العراقية في الميزان الجديدة طبعا التي يرأسها السيد محمد الشيع السوداني، هذا طبعا عنوان أعتقد يجب أن لا يكون، يجب أن لا نتحدث الآن عن تقييمنا لحكومة عراقية جديدة كاملة الصلاحيات ولم يمضي على تشكيلها إلا أو بعد أو تمريرها إلا أيام معدودة. لكن الذي لفت انتباهي هو حجم الهجمة الشرسة التي شنها البعض ممن خسر الامتيازات في الداخل أو من أولئك الذين يتحركون وفق الأجندات المحلية الطائفية أو العرقية المذهبية الأخرى، أو على الأقل أولئك الذين تحركهم أجندات خارجية. بالرغم من أن المجتمع الدولي وعموم المنطقة الإقليم كلهم تقريبا رحبوا بحكومة السيد محمد الشياع السوداني، بل أن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يعتقد الآن أن رئيس الوزراء العراقي الجديد في وضع جيد للتفاوض حول مزالق السياسة الداخلية ولعب دور الوسيط داخل منطقة الشرق الأوسط. يعني هنالك ترحيب كبير بحكومة السيد محمد الشياع السوداني، إلا أن البعض ممن يشنون حملات على حكومة السيد محمد الشياع السوداني لاحظت أنهم وصفوها بأنها أضعف حكومة في تاريخ العراق، وهذا أمر عجيب. وهؤلاء يعني بعضهم يعني أسماء معروفة و تطلع على التلفزيونات والقنوات الفضائية ويومية قاعدة تسولف وتشرح وتحلل، والناس بعضهم مقتنعين بهم على أساس هؤلاء يحجون صدق ويومية جايبيهم. هذولي لأن الموضوع فيه نكهة طائفية، وأنا أصر على هذه الكلمة، فهؤلاء شنوا حملة على محمد الشياع السوداني يعني ما مرتاحي له طائفياً، يعني ما مرتاحين أن تنجح حكومة شكلها الإطار التنسيقي الذي يعتبر الآن يمثل الكتلة الأكبر عددا في البرلمان، يعني يمثل المكون الاجتماعي أو المجتمعي الأكبر يعني الشيعة. فمن الآن لازم يحملون هذه الحكومة مسؤولية فشل لم يتحقق، لم يبدأ بعد. هسه هذولي شوي زينين، لأن أكو غيرهم قبل أن تتشكل الحكومة، بل قبل أن تمرر الحكومة قالوا هذه الحكومة فاشلة ولا يمكن أن تنجح وخلاص أنها ستلد ميتة. زين، ما هي المقاييس إذا لم يكن الأمر مرتبط أساسا بالمواقف المسبقة وبالرغبة والأمنيات؟ فبالتأكيد لا توجد مقاييس موضوعية لمعالجة هذا الأمر. لكن هسه احنا من نجي نحسب حتى بالمقاييس الموضوعية راح نشوف لا بالعكس، حكومة السيد محمد الشياع السوداني بدأت بداية قوية وقوية جدا، اجتمعت يوم الجمعة بعد يوم واحد فقط من تمريرها من قبل البرلمان، يعني الجمعة يوم عطلة واجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومته وأصدر لهم التعليمات المطلوبة وبدأوا العمل. هذا يعكس جدية ويعكس إرادة. بعدين في الاجتماع الثاني لاحظنا سلسلة من القرارات التي أثارت ارتياحا كبيرا في المجتمع العراقي، بل وحتى لدى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم خصوما، لأنه ما وصفوه بمجزرة الأوامر الإدارية التي طالت حوالي أو أكثر من 400 صفة رسمية في الدولة العراقية، تبين لاحقا لا لا،
أن السيد محمد الشاع السوداني فقط أراد أن يعالج الخلل الوظيفي الإداري، وبعدين ثبت بعض هؤلاء الذين يرى أنهم بالإمكان أن يبقوا في مناصبهم لحين أن تتخذ بحقهم وبحق غيرهم من المسؤولين الحكوميين قرارات إزالة أو قرارات إعفاء إذا تبين أنهم لا يتفقون مع الرؤية العامة للمنهاج الحكومي للسيد محمد الشياع السوداني. نقطة أخرى مهمة ولافتة وكبيرة ويجب أن نسلط عليها الضوء. القرارات لاحظنا ملاحظة أنا ما شفت كثير في وسائل الإعلام، حتى وسائل الإعلام الصديقة ما لاحظتها عالجت هذا الموضوع أو سلطت عليه الضوء كما ينبغي. قضية أن قرارات مجلس الوزراء برئاسة السيد محمد الشياع السوداني اتخذت بعد التصويت بالإجماع، وهذه نقطة في غاية الخطورة غابت حتى في الحكومات السابقة عن الإعلام المضلل أقول، وغابت حتى عن الإعلام الصديق، لأنهم كانوا يقولون دائما بأن الشيعة هم الذين يحكمون العراق، من واقع أن رئيس الوزراء هو شيعي ويتم انتخابه واختياره بصفته يمثل الأغلبية الشيعية، لكن لم يذكروا القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء تتخذ بالإجماع. بالإجماع شنو يعني؟ يعني بالتصويت من قبل كل الوزراء الحاضرين في مجلس الوزراء، بيهم السني وبيهم الكردي وبيهم المسيحي. بعبارة أخرى، هذا الذي يسمونه فشل الشيعة في الحكم هذه أكذوبة، وهذا اللي يقولون عليه مسؤولية الشيعة في الفساد في الإخفاقات خلال الحكومات الماضية هذه أيضا أكذوبة، لأن النجاح والإخفاق هو مسؤولية جماعية يتحملها كل أولئك الذين يشكلون ما يسمى بمجلس الوزراء. فرئيس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء، بعد أن يتم التصويت ويوافقون الوزراء بالأغلبية حسب نظامهم الداخلي كيف تتخذ القرارات داخل مجلس الوزراء، وتلاحظتوا حتى في قضية إلغاء هاي الأوامر أو الفرامين الإدارية، الأوامر الولائية التي كان السيد مصطفى الكاظمي قد أصدرها بعد 8 أكتوبر من السنة الماضية، لاحظتم ذكر، وهذه التفاتة جميلة من حكومة السيد محمد الشياع السوداني، ذكر أن هذه القرارات اتخذت بإجماع الوزراء. فإذا وسائل الإعلام وذول اللي مسولف شيه اللي يسموهم محللين بعد لا يجون يحشون ويقولون والله الشيعة يمارسون الدكتاتورية، رئيس الوزراء دكتاتوري، إذا نجح ما يقولون نجح، يقولون كلنا نجحنا، إذا فشل شو يقولون؟ يقولون رئيس الوزراء فشل والشيعة فشلوا، وراحوا طلعوا لكم هذا الذي يسمى بالضد النوعي من خلال المظاهرات والاحتجاجات، وكلها ركزت على تحميل جزء معين. هسه مو بس كل الشيعة، الكارثة أن هنالك من الشيعة من شارك في هذه الحكومات المتعاقبة ويتحمل المسؤولية في الإخفاقات أيضا وفي النجاح أيضا، يمكن أن يشار له بالبنان لكن يتحمل المسؤولية دائما في وسائل الإعلام المضللة وفي مظاهرات الاحتجاجات المفبركة والمدروسة والمنهجة. أولئك الشيعة فقط، تلك الأحزاب الشيعية فقط التي قاومت داعش، قاومت الاحتلال، دعت إلى استقلال العراق. فعلى أي حال نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة وبشهادة الدول، مو بشهادتي أنا، قلت لكم هذا مثلا المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يقول إن العراق الآن بات أمامه مسؤوليات كبيرة، ليس فقط في حل أزماته الداخلية في عهد السيد محمد الشياع السوداني،
بل في أن يلعب دورا بارزا وكبيرا في تخفيف الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. مثلا يقولون قد يكون السوداني غير معروف نسبيا للغرب، لكن هذا لا ينبغي أن يثير قلق الأوروبيين. زين، أنتم اللي بالداخل اللي تحرككم الأجندة الأجنبية والأجندة الطائفية، أنتم ليش قلقين؟ هنا يقول مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، يقول يجب على القادة الأوروبيين تشجيع هذه السياسة، وعلى وجه الخصوص توسيع دور العراق كوسيط بين إيران والمملكة العربية السعودية، وقد يكون لهذا أهمية دولية كبيرة بالنظر إلى الاستقطاب المتزايد الذي أحدثه ما يسمونه بالغزو الأوروبي لأوكرانيا، وتوتر العلاقات بين واشنطن والرياض فيما يتعلق بموضوع النفط، وأن هذا شرحته لكم سابقا، لماذا لم تتمكن المملكة العربية السعودية من أن تفي بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بزيادة الإنتاج، لأنها لا تستطيع بفعل ضربات أنصار الله. إطلاق النار على عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق، وهو الرجل الذي فرض نفسه وظله على الأحداث الداخلية سواء في باكستان وحتى على الأحداث الإقليمية فيما يتعلق بموضوع أفغانستان وطريق الحرير، والدور الذي لعبه هذا الرجل في الفترة الماضية في إعادة ترتيب خارطة المنطقة وحتى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. طبعا تعرفون جيدا أن السيد عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق كان قد رفض عروضا كبيرة بل وضغوطا مورست عليه لكي عندما كان رئيسا للوزراء لكي ينخرط أيضا في مسيرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. حاول الدول في المنطقة أن تمارس عليه مثل هذا الضغط حتى من خلال الابتزاز، على أساس أن باكستان يعني في وضع اقتصادي ليس على ما يرام، وحتى في زمن الحكومة السابقة قبل أن يأتي هو إلى سدة الحكم كانت باكستان تورطت في إرسال جيش مقاتلين من الجيش الباكستاني، ذهبوا إلى المناطق الحدودية بين المملكة العربية السعودية واليمن للدفاع عن المملكة العربية السعودية التي هي تقوم باعتداء وبعدوان على اليمن، لكنها لم تتمكن من تحقيق انتصارات عسكرية، لم تتمكن حتى من رد الهجمات الدفاعية يعني ردود الفعل التي تمارس من قبل أنصار الله وحلفائهم، فجاءوا بجيش باكستاني وجاءوا بجيش ومرتزقة من السودان وجابوا من دول عديدة حتى من شمال أفريقيا، من جنوب أفريقيا، من غرب أفريقيا، ولدى الأخوة في أنصار الله الكثير من هؤلاء وقعوا أسرى. بما يتعلق بباكستان، باكستان مجرد أن أصبح السيد عمران خان رئيسا للوزراء سحب قواته أو القوات الباكستانية من الأراضي السعودية، كانت على الحدود يعني في المناطق الحدودية حتى تمنع توغل قوات اليمنية، قوات صنعاء بشكل خاص وحلفائهم. وبعد ذلك كانت تحدث يعني عمليات كبيرة نوعية في تلك الفترة لم يتمكن الجيش الباكستاني من صدها. بس في العموم السيد عمران خان استخدم سياسة أولا مستقلة، يعني يقول لك أنا لا يمكن أن أرسل جيشي لقتال مسلمين، وكان يرفض هذا المبدأ إطلاقا. ثانيا هو كان من أشد الرؤساء أو الزعماء المسلمين في العالم، ومن أكثرهم مبادرة في موضوع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجه أو في وجه المؤامرات الإعلامية والدعائية، حملات التشويه والتضليل التي كان الغرب بقيادة فرنسا وتحديدا هذا الرئيس الفرنسي ماكرون كان يشن هجمات دائما تستهدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن السيد عمران خان واجهه بقوة شديدة
بعيدا عن ممارسة أي نوع من أنواع الدبلوماسية مع دولة غربية تعتبر من الدول الكبرى. وحقيقة يعني هذا الموقف يسجل له وانبرى بشرف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الباكستانيين بشكل عام، الشعب الباكستاني معروف بعشقه للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تذكرون أن الشعب الباكستاني هو أول الشعوب التي تظاهرت في تلك الفترة عندما كتب المرتد سلمان رشدي كتابه سيء الصيت آيات شيطانية. خرجوا إلى الشوارع متظاهرين، واصطدمت بهم الشرطة آنذاك، وقتل منهم الكثير واستشهدوا. وكان ذلك أيضا من العوامل الرئيسة التي دفعت الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إلى إصدار الفتوى الشهيرة بإهدار دم كاتب آيات شيطانية وكل من ساهم في نشر كتابه التجديفي. فليست بعيدة عن الشعب الباكستاني، لكن رئيس الوزراء في باكستان يمشي على النار على الجمر، لأنه باكستان علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، دور الجيش في التأثير على سياسات رؤساء الوزراء من هذا المنطلق، وطبعا قربها الجوار الجغرافي مع أفغانستان، موقعها مع الهند، الصراع التاريخي مع الهند، قضية أزمة كشمير، تجعل رئيس الوزراء في الغالب يتخذ أي رئيس وزراء يتخذ سياسات مماشاة، سياسات تخضع في الكثير من الحالات ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية بل للدول التي تمول أو تساعد أو تقرض كالمملكة العربية السعودية. لكن عمران خان تميز عن كل هؤلاء بأنه مارس استقلالية كبيرة. في الواقع نستطيع أن نقول بالفعل هذا الرجل هو الزعيم الباكستاني الوحيد ربما في عصرنا الذي نشهده حاليا الذي مارس سياسة مستقلة لصالح شعبه، ورفض رفضا قاطعا مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وهذه هي النقطة الرئيسة، يعني هذه القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون، لو رضي مجرد أن يكون رضي فقط راضية بأن يغض النظر عن التطبيع مع الكيان الصهيوني ويترك الأمر مثلا للبرلمان أو لجهات حكومية أخرى، لما وجدنا هذا الانقلاب العسكري الذي مورس عليه ونفذ ضده بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولما وجدنا أيضا هذه المحاولات المتعددة، هذه ليست المحاولة الأخيرة لاغتياله، لأن السيد عمران خان حتى في الانتخابات التي جرت مؤخرا انتخابات لبعض المجالس المحلية لملاحظة وزن الشعبي شافوا أنه لا يحقق اكتساحا شعبيا كبيرا. هو الآن في الوسط في الشارع الباكستاني، يكتسح الشارع الباكستاني، يقيم مسيرات احتجاجية يدعو إلى انتخابات مبكرة أو حتى هذه الانتخابات التي يفترض أن تقام في السنة القادمة، هو ليس لديه مانع من أن يشارك فيها. ولاحظتم الشارع الباكستاني هب لنصرته، ويوم بعد يوم تزداد شعبيته. الآن تحركوا لاغتياله. وهذه العملية على فكرة هو كان قد حذر منها سابقا. السيد عمران خان كان قد حذر منذ أيام من محاولة لاغتياله، واتهم بالأرقام وبالأدلة التي يمتلكها رئيس الوزراء الحالي، واتهم وزير الداخلية الحالي ورئيس جهاز المخابرات، حتى بعد أن تم اعتقال هو شخصان قاما بهذه العملية، اعترف بعضهم بتورط المسؤولين الحكوميين داخل الحكومة الباكستانية الحالية بمحاولة الاغتيال، مستغلين حالة يعني هذه الجماهيرية الشعبوية، وأنه من السهل
باعتقادهم بمكان أن يتم تمرير أشخاص ينفذون مثل هذه العملية الإجرامية. طبعا باكستان شهدت عمليات اغتيال سابقة، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها أو تتم فيها محاولة لاغتيال رئيس وزراء. أول رئيس وزراء باكستاني تم قتله بعد الاستقلال كان هو لياقة علي خان، تم قتله بالرصاص في اجتماع عام في مدينة راولبندي الشمالية. أيضا في العام 71 كما تعرفون بعد الإطاحة بالجنرال ذو الفقار علي بوتو، أيضا تم إعدام ذو الفقار علي بوتو من قبل الحاكم الاستبدادي ضياء الدين الحق الذي قتل أيضا في العام 79 في حادث تحطم طائرة، وأعتقد أيضا ويعتقد الكثيرون أن الحادث كان مدبرا. بعد ذلك قتلت رئيسة الوزراء السابقة الابنة الكاريزمية لذو الفقار علي بوتو السيدة بنظير علي بوتو بنظير بوتو، والآن أيضا يريدون اغتيال السيد عمران خان، لكنهم إن شاء الله يفشلوا لأن عمران خان سيبقى فارضا نفسه على الأحداث الإقليمية والمحلية وحتى على الأحداث الدولية، ولاحظتم ذلك من خلال حجم الإدانات التي انطلقت تدين محاولة اغتياله حتى من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرفون جيدا أنها تقتل القتيل وتمشي في جنازته. ابقوا معنا. زيارة البابا فرانسيس للبحرين رسالة سلام وتعايش وحوار، لكن بالتأكيد التطبيع مع الكيان الصهيوني كان حاضرا. البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قام بزيارة هي الأولى له إلى مملكة البحرين. طبعا كان البابا قد زار فيما مضى من الوقت الإمارات، وأيضا كما تعلمون زار العراق، والتقى بسماحة المرجع الأعلى الإمام السيد علي السيستاني الذي استقبله بالتنديد الكامل بالكيان الصهيوني، ودعاه ودعا كل الزعماء الروحيين والدينيين في العالم إلى اتخاذ موقف واضح وصريح وحازم لنصرة الشعب الفلسطيني، يعني سحب البساطة من تحت أرجل هذا أو قدمي البابا ومن كان يراهن على ما يسمى بالدين الإبراهيمي أو الديانة الإبراهيمية والحوار بين الأديان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. في البحرين البابا أيضا يعني دعا هذه الدعوة، لأن البحرين هو يعني في ذريعة الحضور والمشاركة في منتدى الحوار بين الشرق والغرب. الضحك على الأثقان أو الذقون، يعني البحرين تضطهد الغالبية الشيعية، غالبية السكان هذه البحرين تتألف من ناس يعيشون في هذه الجزيرة الأغلبية هم الشيعة، هم المحرومون من أبسط حقوقهم. 38 مسجد شيعي تم هدمهم بأمر من الملك، كل مجموعة كل جماعة دينية سياسية لتدافع عن الشيعة تم حظرها، والبابا يحضر منتدى لحوار الأديان الحوار بين الشرق والغرب، ويحضر مفتي الأزهر ويحضر شيخ الأزهر. واللطيفة بعدين تنطلق دعوات من مفتي الأزهر ومن شيخ الأزهر يطالبون الشيعة للحوار، وانتوا مرة طالبوا جماعتكم للحوار ادعوهم للحوار. أولا خلي يفرج الملك عن المعتقلين، الشيخ علي السلمان هذا مثال بسيط، وكان نائب في البرلمان ورئيس جمعية جمعية الوفاق، حضروا جمعيته وسجنوه. إيش قد أكو بحارنا الآن محكومين بالإعدام ينتظرون حكم الإعدام، أكثر من 26 واحد كما أعتقد. اللطيفة عائلات هؤلاء المحكومين بالإعدام وجهوا رسالة إلى البابا، قالوا له أنت وتدعو إلى رفض عقوبة الإعدام، يلا اتدخل وافرج عن ذولي. وكلهم الأحكام التي صدرت بحقهم تعسفية تعسفية،
لأسباب طائفية لا أكثر ولا أقل. أكثر من 130 منظمة، 130 منظمة ومركز قانوني أصدروا بيان مشترك، طالبوا البابا فرانسيس بتشجيع سلطات نظام آل خليفة في البحرين بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان. ومو بس تقعدون وتجتمعون وتشربون شاي، واللطيفة يشيد هو البابا من التقى بالملك يشيد بالدستور البحريني الذي يتضمن فقرات عن التعايش. وين التطبيق على أرض الواقع؟ وين؟ هذه المؤسسات دعت السلطات البحرينية ودعت أيضا البابا لكي يفرض أو يضغط على السلطات البحرينية لكي تتجه نحو العدالة والإنصاف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الضحايا والإفراج عن معتقلي الرأي والمعارضة، حتى تظهر للناس أنها بالفعل هذه السلطات وهذا النظام يؤمن بالتسامح وبالحوار. شنو التسامح؟ التسامح يعني أن أفرض عليك رأيي وتقبله، وإذا ما قبلت أذبك بالسجن أو أعدمك، هذا يسموه تسامح. رئيس إحدى الجمعيات البحرينية لحقوق الإنسان يقول إن السلطات البحرينية لم تحاسب مرتكبي تدمير 38 مسجدا، وكان بينهم وزيراء الداخلية والعدل والقائد العام للقوات المسلحة أو يسموها قائد العام لقوة دفاع البحرين. هذول هم اللي هدموا 38 مسجد. مساجد، إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شنو مسجد هذا يصلون به الشيعة وهذا يصلون به السنة؟ بعد طلبت عائلات السجناء كما قلت لكم السياسيين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، طالبوا البابا فرانسيس أن ينتقد صراحة أحكام الإعدام هذه والدفاع عن حقوق السجناء السياسيين، إذا كان بالفعل البابا يريد أن يساهم في تشجيع الحوار بين الأديان. أول مرة خلي يصير الحوار بين السنة والشيعة في البحرين، بين المواطنين البحرينيين اللي هم سنة وشيعة. وذاك الوقت بعدين تعال وسع الدائرة ليصبح الحوار مع بقية، بس مو لأن هذا الحوار هو للتكريس التطبيعي، التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذه حطها في بالك. البحرين وقعت على اتفاقية إبراهام مع الكيان الصهيوني واعترفت بهذا الكيان اللقيط، كذلك طبعا فعلت الإمارات. لكن البحرين وبقية الدول، أي دولة الآن، شوف مصر أمامك والأردن مثال، الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني ووقعت اتفاقيات لتطبيع العلاقات حتى هذه اللحظة شعبها يرفض تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. مصر كبارك، هاي مصر الكنانة. وروح شوف، اقرأ، دور بجوجل، روح باليوتيوب، اكو حتى برامج، انا مرة مرتين ذكرت هنا في برنامج خارج الحدود، اكو برامج في مصر دائما يسووها للكاميرا الخفية، بس برامج جدية تؤكد ان شخصيات مصرية، كتاب، ممثلون، ممثلين، سينمائيين، فنانين، حتى مطربين من كل الاتجاهات أو كل الحرف يرفضون، حتى الجيش يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني. وشوف الأردن، الشعب الأردني أصلا، هذا البرلمان الأردني يعج بأعضاء في البرلمان يتحدثون علانية ها يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني. البحرين نفس الشيء، والبحرين الكارثة أن أغلبية المجتمع البحريني شيعي، والشيعة معروفون يعني هم حتى عند الغرب والكيان الصهيوني دائما يقولون هؤلاء هم الذين يشكلون في الوقت الحاضر العقبة الكأداء الأولى أمام مسيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
في البحرين لنعترف يعني هذا الشعب البحريني وهذا المجتمع البحريني يختلف كثيرا عن بقية شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، يعني طبعا الكويت أيضا هكذا شوية. حقيقة من زمان هي دولة صغيرة، يعني حتى بعض النكت مع الاحترام، يعني هاي من باب النكتة، يقول لك إذا تنام بالبحرين رجلك تطلع من الجزيرة، أو إذا طارت هي بس تطير الطائرة خرجت عن حدود البحرين. البحرين صغيرة، جزيرة صغيرة، مع ذلك تعج وتضج بجماعات سياسية وبوعي سياسي كبير. الشعب البحريني يتميز بمختلف اتجاهاته بصراحة، سني شيعي، شعب حيوي سياسي واعي منخرط في الأحداث السياسية، عندهم الناصري وعندهم الشيوعي وعندهم القومي وعندهم الإسلامي وعندهم شعب حيوي. معظم هذا الشعب البحريني، معظم جماعات السياسية ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. فعلى أي حال، إن من مفاصل تكريس مفهوم التطبيع مع الكيان الصهيوني هو الإصرار على اضطهاد الجماعات السياسية في البحرين، وتحديدا الجماعات السياسية الشيعية الرافضة لمثل هذه المشاريع الخبيثة. فما يتعين على بابا الفاتيكان فعله هو أن يظهر لنا أنه ليس ضالعا في مؤامرة التطبيع، ويدافع على الأقل عن حقوق المضطهدين.